الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألف تحية لكل متابعي القناة شوف تيفي. شكرا لكل المتابعين. الزول أي إثما ميتعنام صحة لاباس كل شيء بخير. تنتمنى وتكون كلكم بخير. وألف تحية ديال خوكم حامد العقاوي. دائما تنحاولوا إخواني المتابعين باش نناقشوا شي مواضيع اللي تكون ديال الساعة. مواضيع الساعة إخواني. ونحن على أبواب انتخابات تشريعية اللي كنقول لكل مواطن ومواطنة تنقول لك صوت صوت وعرف على متى تصوت. البارح قناة شوف تيفي كان نقلنا واحد المتتبع أو واحد الأب مسكين اللي بالدموع ربما كانت ملايين المغاربة تبعت المعاناة دياله مع رئيس جماعة. هذا الراجل ابن ساكنة المغرب العميق لا علاقة له مسكين لا بالمحاكم ولا بالمشاكل إلا أن دارت به ليا حتى صدق الراجل تحرقات له دارو. وقبل ما يحرقوا له دارو قال قطعوا الضو في الدوار. قطعوا الضو في الدوار علاش؟ لأن رئيس الجماعة هو اللي كان السبب من مور هذه المشاكل اللي غادي يعيشها هذا الراجل. عفوا إخواني المتتبعين على ما دخلوا تبارك الله عليكم. الزلاية إثما يستهلنا كل شيء بخير. قال لك الدناي سكينة الجبل مولد دير الملك النتيف كان قلتي وين المرشحين السياسيين رانا خصنا الظلاميت قثباين تا يا سيد علاوي غريت الجهة يا سيد نساك السجين غلتا الستر ميوزع راه جيت بني ملان مني ذاك حق راه خنيف راه ميلا للحكم اللي تيكشمنا تيطواطي زين. تبارك الله عليكم تحيه وتنتمنى اننا نكون في حسن الظن ديال كل المتابعين الكرام. غادي نشوف حتى لي كومونتير ديالكم علاش لا ونتبعوها عبر البيسي. تهنا صحة لاباس كلشي بخير هانية. واحد الرقم راه خصصتو انني خصصتو في الرقم في العنوان باش ان كل متتبع كريم عنده حرقة على البلاد ديالو او على القرية ديالو ما عليه الا على الاتصال ويحاول باش ان يوصل المعاناة اللي كيعانيوها ساكنة المغرب العميق هنا وخاصة غادي نحطو الزوم اليوم على جهة بني ملال خنيفرة. جهة بني ملال خنيفرة غريب ما يقع في هذه الجهة. غريب ما يقع والعبودية اللي ولاو كيحسوا بها ساكنة المغرب العميق من بعد واحد البلطجة سياسية. إخواني أن البارح كنتو معايا في واحد اللايف واحد السيد كان بحال باكم راجل مسكين بعيد ساكن ما صوتش على شي سياسي كيقول لك داك السيد وربما تبعتوه خوتي ان بقى تيبكي وتيقول لك مشات مرتي خوات الدوار ودات معاها البنات ودات ولدي علاش؟ لان خفتهم يتكرفصوا عليهم لان الرئيس ديال المجلس البلدي ولا القراوي وصلت به الوقاحه انه غادي يقول لواحد ما ترشحتيش عليا وغادي يدخل عنده قبل ما يدخل عنده للدوار غادي يتفضوا. هنا تذكرت المشكل اللي كنت عشت مع خوتي المغاربه واللي تنحييكم وقسم لكم بالله انني جالس واحد شي نص ساعه قررت انني ندير واحد اللايف معكم لا لشيء الا ان باش نبينوا لهاد المسؤولين بان ما يقع بالمغرب العميق مصيبه كحله بيني وبينكم. تبارك الله عليك تحيه من سطات. اذا قبل ما غادي نكمل هذا البرنامج كل واحد يكتب اش من مدينه راه مكونيكتي معايا. يلا نشوفوا اش من مدينه راه مكونيكتي معايا. تصور اخي المواطن اختي المواطنه وانا مازال ما بديت البرنامج غادي تبدا تيلابونسيون ديالي الصوت مفهوم. اي ثمان اسم ما يدعنا مصحت لاباس كلشي بخير فهنا ناوني يا صحت او لاباس غوري سوق ملابس او لاباس غوري سوق ملابس. تصور اخي المتتبع الكريم وهنا هادو برامج اللي تنحاولوا كقناة إعلامية باش نوصلوا بالصوت والصورة وبالمباشر
وبكل عفوية ما يقع اللي كنتمنوا من مسؤولين في المراكز والإدارات المركزية بالرباط أنها تكون عندها واحد الإنسانية واحد الضمير، لأن ما يقع هنا بالمغرب العميق أصبح خطير جدا. ساكنة المغرب العميق ما من مرة كتسمع ولا كتشوف بعض السيارات السوداء كتجي وكنقول تيقولوا لنا كإعلاميين وتا الناس والساكنة، وكتكون واحد الفرحة في الدوار. عرفتي أخي المتتبع شكون ديك الفرحة في الدوار؟ هو تيقول لك جا مجلس الحسابات، جاو عندهم باش يحاكموا باش يحاسبوهم. كتشوف حتى المقاهي الشعبية في ذاك الدوار، أقسم لك بالله كتعرف انتعاش وواحد الحيوية، وتا الساكنة كتشوف تا الوجه ديالها كيتبدل، تيعرفوا بأن كاين شي حاجة سميتها مجلس الحسابات. مجلس الحسابات شي حاجة اللي من يحاسبنا الله والضمير والقانون. جا واحد فيهم أن الله غادي يحاسبنا غدا يوم القيامة، الضمير هو تيشوف. ولكن جا الثالث اللي ربما تنتمنى تكون عنده مصداقية. وصلنا لجهات بني ملا الخنيفرة، أقسم لكم بالله العلي العظيم وأنا أقولها وكل المتتبعين وحتى شرفاء هذا الوطن، ما يقع خطير جدا. تصور بأن الرباط توصل بتقارير مفادها بأن ساكنة الجبل استفادت من النقل المدرسي. تصور أخي المواطن، خليوني من روتين بلادي، خليوني من روتين يومي والملولي والنزار. حسبي الله ونعم الوكيل. وأنا وبحكم الحمد لله ثقة مع الشعب المغربي وخاصة بساكنات المغرب العميق، والمعاناة اللي عاينتها ورصدتها ووقفت كإعلامي وغامرت وأقول للعالم بأن أعمالي تطوعية الحمد لله، وأتحدى أي جهة كيف ما بغات تكون تقول لك ولو كتزودنا، أنا شخصيا كتزودني بالريال ديال المازوت. كنت تعاملت مع مجموعة ديال المغاربة اللي حسيت بأنني حان الوقت أنني حتى ننتمي وننسى ونعيش معكم، اللي الحمد لله درنا واحد عائلة اللي ما من مرة وصلنا صراخات، وصلنا حوايج لله اللي غادي يجازيني لا أنا لا نتوما. رابط الفضل ديال البارطاج ديالك أخي المتتبع الكريم، وصلت رسائل وتعمقت أبحاث وشد الله الحق والقانون فوق الجميع. فما علينا إلا أننا نستمر، وحتى نتوما تعاونوني بالبارطاج. أخي المتتبع الكريم بالله عليك، أخي المسؤول الكريم بالله عليك، وحنا كقناة حطينا الرحال في جهة بني ملا الخنيفرة، أقولها لأن أصبحت هذه الجهة يترأسها أناس يعتبرون أو لعينا بأنهم أصبحوا يتكلمون وكأنهم يعيشون فوق القانون. تصور هذه سيارة ديال النقل المدرسي لملك البلاد الله ينصره واللي اشرف على المبادرات الوطنية وحدد مبالغ مالية اللي غادي تهز من معاناة ساكنة الجبل، شرات هذا الطوموبيل بالملايين، ماشي غير وحدة يا أخي المتتبع، هذه وحدة منهم شراها مجلس جهة بني ملا الخنيفرة. يا عباد الله راه الحمد لله والله العلي العظيم، وغادي نوقف هذه الحلقة واحد شي شوية كواحد اونتر بارونتيز. الحمد لله أن هاد البلاد عندها الملك ديالها وعندها شعب وفي ديالها. حسبي الله ونعم الوكيل. هاد الطوموبيلات أخي المتتبع
لناس اللي انتخبناهم شراوهم بالملايين. هاد الطوموبيل دارت اكثر من 65 مليون باش تشراو هاد الطوموبيلات، وتخصصوا لساكنات المغرب العميق. وحيت جينا باش نرصدوهم كصحفيين لقيناهم بانهم مركونين في اسطبلات، واقفين في بلديات، واقفين في قراويات، وسادين عليهم ولادنا تيتمشاو على رجليهم. والتقارير في الرباط كتقول بان ساكنات المغرب العميق لا حرج عليها يا مولاي. عيب عليكم ايها المنتخبين، عيب عليكم تشريو طوموبيل وفي الاخر نتوما اللي تكونوا قدوه في التسيير، تكونوا قدوه. وهنا اوجه الرساله الى مجلس جهات بني ملال، اش واقع عندكم؟ جينا كصحفيين نشوفوا فين صرفتوا الفلوس ديال الجهه اللي عندنا المعاناه بأظلال، ومازال الشعب المغربي والعالم العربي تيبارطاجي المعاناه ديال داك الدري الصغير اللي غوت من جهه أظلال، وتيقول ما عنديش صنداله. حيت جينا نشوفو شحال شريتو غير ديال الطوموبيلات الكات كاتات ديال الجيم اللي كدور في دوك الجبال، لقينا فاق عدد ما قدمتموه لذلك الشعب الذي كان وفيا لكم اثناء اقتراع الذي نادى اليه صاحب الجلاله حسب الدستور ولباه الشعب المغربي. الصوت مزيان الدراري. عند بعد الميكرو صح. وي 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 اسمح لي. فلا تحسبن طربي بينكم رقصا، فلا تحسبن طربي بينكم رقصا، فالطير يرقص مذبوحا بشدة الألم. الحمد لله هادو برامج اللي راه حنا تنديروهم مع خوتنا المغاربة، الحمد لله هادو برامج اللي تنحاولوا نديروهم كصحفيين باش ان تناقشوا المشاكل ديالنا مع هاد الشعب الوفي اللي قال للعالم بان التوابيت تاج فوق الرؤوس ديالو. الحمد لله اننا تناقشوا بكل عفويه وتنعطيو رقم هاتفي راه في العنوان باش اننا ما علينا الا اننا نوضحوا لاصحاب المراكز في الرباط من وزراء من سي الحموشي رئيس النيابه العامه، ناس اللي تقلهم الشعب، ناس اللي الحمد لله أول مرة كتشوف الشعب كله تيقول السي الحموشي قازع راجل. أنا فكرني السي الحموشي فكرني في الخطاب ديال الحسن الثاني الله يرحمه، حيت عين السي الميداوي رئيسا للأمن الوطني وقال الحسن الثاني عينت لكم ولد الناس. لازلت اتذكر والشعب المغربي كله كيتذكر نهار قال لهم عينت لكم ولد الناس، الحسن الثاني قالها في خطاب واثبت انه ولد الناس. فها هو الشبل الاسد محمد السادس حتى هو يعلن للعالم بانه نجح، حيت انه حط السي الحموشي واثبت للعالم بانه ولد الناس. نناشدك السي الحموشي أن السيارات كتجول في إقليم خنيفرة، عفوا ما كتجولش، أنها مركونة في إسطابلات تشرات بالملايين ديال المبادرة اللي كيشرفها سيدنا، وأن هاد السيارات لحد الساعة وثقتها قناة شوف تيفي أنها مركونة في إسطابلات لحد الساعة، في حين ان التقارير اللي كتوصل لاهل القرار ان العامزين ان سكينه الجبل الخضراء عندها الطوموبيلات ديال اللي كتوصلها. سيدي نتوفر على نسخ بان هاد الطوموبيلات تشراو بالملايين، حيت مشينا لقينا قال لك ما عندها حتى ورقه، ما زالت واحد الورقه اللي بلغ الى علمي بان بعض الفاسدين
هنا في الجهة صارعوا إلى محاولة تسوية وضعية هذه السيارات اللي اتخذتهم شوف تيفي، ولكن للأسف الشديد ولكن لحسن الحظ بالنسبة لهم أنهم صارعوا باش ينقلوها تحت مسؤوليتي أنا كإعلامي لقناة شوف تيفي. نهار حطتني ما حطتنيش أنا لقتني في الزنقة، أنا قال لك حميد لقينا فيك داك السيد ابن المغرب العميق اللي تتحاول إن شاء الله باش توصل رسائل لهاد الناس والشرفاء ولكل هاد المتتبعين الكرام معاناة تتوقع في المغرب العميق. أخي المتتبع هذه السيارة لجن التي أدت القسم أمام الله وأمام الملك وأمام الضمير وأمام الشعب في جهة بني ملال الخنيفرة، هادو السيارات مازال مركونة، وفين ما طلعت قناة شوف تيفي وصلت للجبل تلقوا بأن دراري صغار مازال تيمشيو في وسط الثلج. اليوم كنشوفوا بأن النشرة حذرت المغاربة بأن غدا وابتداء من اليوم غتكون تساقطات مطرية وثلجية، ربما المراكز أو الناس اللي راهم في الإدارة المركزية غادي تشوف بأن خصصت بشحال من طوموبيل. هذوك الطوموبيلات ها هما أيها المسؤول صاحب الضمير، ها هما في إسطابلات، هادوك الطوموبيلات ها هما في إسطابلات. عيب عليكم. سيدنا الحمد لله أنه انتصر أمام العالم، أبهر العالم بالسياسة ديالو، الضربة القاضية اللي جعلت كل أعداء الوحدة الترابية يخرجوا من الحجور ديالهم ديال الانتصار ديال الدبلوماسية المغربية في الصحراء والاعتراف الأمريكي بالصحراء، صفعت القرقارات الحمد لله دازت بفضل السياسة الملكية، تفوق والعداء اللي ما نويناش من أقرب دولة عندنا هي الجزائر أنها تخرج تاهيك كخاصم، ما درنا لا حتى حاجة حيت أن صاحب الجلالة نجح في سياسة تدبير وعلاج المواطنين في زمن كورونا، زمن كورونا وفين وصلوا شحال الملايين الحمد لله ديال 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 المواطنين اللي راهم نجحوا وتفوقوا وفاتوا هذيك الأزمات ديال عندك نموتوا بكورونا. أن صاحب الجلالة الحمد لله عقد دول اللي ما عمرنا ما نوينا أن نوصلوها حتى اقتصاديا ولكن دبلوماسيا وصلنا. ماذا قدمتم لهذا الشعب أثناء معاناته في زمن المحنة التي كتبها الله على العالم؟ ماذا قدمتم؟ جهة بني ملال الخنيفرة الشعب مازال كيقول شكون اللي تيوقف تقارير اللي كديرها اللجان ديال السيجطو جهة بني ملال الخنيفرة؟ هي حقوقية تقدمت اليوم أخي المواطن، جهة اليوم 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 أن تنظيم حقوقي يقول طلب الحصول على تقارير الى السيد رئيس مجلس جهات بني ملال الخنيفرة اليوم توصل هذا المجلس، ولكن وكأن الرباط داير بوز على المحاسبة والإفراج، وتا هاد الناس من حقهم يعرفوا واش واقع. الناس تتقول العالم بأن التوابيت تشفق الرؤوس ديالنا، الناس الحمد لله اللي كتقول بأننا في بني ملال وما أدرك ما بني ملال شرفاء هذا الوطن، ولكن كي وليتو كتستغلوا هاد الناس اليوم كتدخل جمعية حقوقية وأقولها
كإعلامي ومتشي له قناة الحمد لله وكسلطة رابعة من حقنا أننا من بعد ما تسدت الأبواب علينا إحنا كإعلاميين باش نشدو حتى كوبي ديال التقارير السوداء التي أعدها مجلس سجدو والأخت العدوي على هذا أن السيد رئيس الجهة رفض وماشي رفض غير أنه يعطيها لينا إحنا كصحافة حتى الأعضاء ديال الجهة. اليوم كتوصل جهة بني ملال خنيفرة بهيئة حقوقية كطالبها وبصفة رسمية وانا توفر على نسخة من فضائح هاد الجهة اللي وليتي كتقول لواحد اش كتخدم تيقول لك انا عضو في الجهة ولا انا منتخب ولا تيقول لك انا اصبحت هاد المهنة او لا هاد العمل التطوعي اصبح مهنة للاستغناء على ظهور ساكنة المغرب العميق. قناة شوف تيفي غادي تطرق لبعض الشركات وعلاقتها بهاد الجهة بعض الشركات وعلاقتها بالمقاولين الذين اغتنموا او استغلوا محن كورونا اللي بكوا عليها السلطات المحلية محنة كورونا اللي بكت عليها اجهزة امنية في الشوارع وامام العالم حينما صارت الاجهزة الاربع هي اللي خرجات للزنقة باش تقول روحوا هاد الأبطال ديالنا تواجهوا كورونا حينما غاب المنتخبون. السلطات المحلية المخازنية الجدرمية والمقدمين ما ننساوش خيركم ما ننساوش الدموع ديالكم اللي هبطوا في الزمان ديال كورونا. والله العلي العظيم انا اتكلم معكم وتنشوف خويا حسن تيقول لك اجي تشوف اخويا اش وقع في ايميتيت اقليم ازيلان. جمعيه حقوقيه كتقول اليوم توصلت بصفه رسميه اخوتي ان جمعيه حقوقيه راسلت رئيس الجهه الى السيد رئيس مجلس جهه بني ملال خنيفره الموضوع طلب الحصول على تقارير تابعة لوزارة الداخلية والمالية برسم سنوات 2016 و17 و18 و20. تصور أن جمعية حقوقية كتقول لك ما شديت حتى تقرير وما شفتش وأن الرئاسة ديال هذا المجلس خزنات كاع شنو كتبوا التقارير ديال لجان التفتيش في المجهور ديالهم. تقول هذه الجمعية وبعد يتشرف الأمين العام لهذه الجمعية الحقوقية بناء على المادة 246 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات أن يلتمس من جنابكم تمكين الشبكة من نسخ تقارير التقييم والافتحاص والمراقبة للجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية والمالية برسم 2016-2017-2018. تصور أن إعلاميين ما عرفوش اش وقع في دوك التقارير. تصور أن أعضاء ديال الجهة ديال خنيفرة اللي ما عرفش اش نتمنى يتفوزخوا ما عندهمش كوبي ديال دوك التقارير. تصور أن الرئاسة هزت تقارير لسيدنا من قال من حقنا أننا نشوفها وحتى الأعضاء حليمة عسالي المرأة الحديدية كما تيقولوا ديال الحركة الشعبية في واحد الاجتماع ربما هاجمت رئيس الجهة بواحد الطريقة اللي كل شيء تيقول غدا إن شاء الله غادي نشوفوا تقارير. والله ما شافوا شي تقرير والله ما شافوا شي تقرير. كتجي كتلقى شكون هو. تصور اخي المتتبع والله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل. تصور اخي المتتبع في هذه الجهه ديال بني ملال الخنيفره شنو وقع. تلقيح
عود ما هاد الجهات بانوا تجي الخنيفره ويشوفوا شكون هما من الاعراب ويحاولوا ويكتفوا الناس ديال التلقيح. الحمد لله سيدنا نجح دخلوا لهاد البلاد. الفتى المدلل، الفتى المدلل بهاد الجهه حيت درت له الفربليه هكذا طاح منه حجاب باش يتلقح نسى الحجاب. هنا ناس كيامنوا بالشهواده، ناس اميين، ناس اللي يعرفوا كيديروا ينافقوا ويستغلوا الفرص ديال الحملات الانتخابيه، ناس مات لهم الضمير، ناس اصبح المال وكانه الناشدون. يا الهي رايت الناس قد مالوا الى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. يا إلهي رأيت الناس قد فضوا إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس قد فضوا. بالخط العريض وتنتمنى باش هالنا هادي نحاولوا. وواحد الأخ تيقول لي عافاك أخويا حميد هضر على أنا وحيد دمنات زكي. أنا هضر معك أخويا، كنتمنى من كل شريف في هاد البلاد، كنتمنى من ودرت هاد البرامج تنحاول نديرهم بالليل باش ان تجرد حتى ديك السلطويه بالنسبه لشي ناس ويكونوا ناعسين مع وليداتهم وتكون فيهم الحنانه والانسانيه وشوي ويعرفوا اش يوقع بالعربيه تعربت وراء عند الناس في ساكنه المغرب العميق. لا بشترش. رأي الجماعة، رأي الجماعة جاو عندو مجلس على الحسابات أو لشي مجلس الحسابات في النواحي ظلال، لقاو نقص عندو باتري في الباساسيون دو كونسي. سبعة المرات رئيس الجماعة كيتسدع الكازا وتيتحاسب على الباتري فينا هو. ردوه لهنايا حققوا معاه علاش الباتري، في حين ان كتشوف نفس الجهه اللي فيها هذاك اللي تيتحاكم على الباتري متهمه فين هما الملاير ولا غير مول الباتري. مول الباتري عيب وعار. نشوفوا واحد خصو باتري في الباساسيون، واحد انا اقولها واحترم السيد رئيس الجهه وتنقول له سارع ببيان حقيقه حول هاته المهزله، سارع ببيان حقيقه حول مجموعه ديال المشاريع اللي دارت ديال الواجهات ديال براد البيريمتر ربا مثلا في جماعات الهري، جماعات أقل ما مزقزة العاصمة الفساد اللي القضاء قاع حل المكتب. المشاريع اللي تنتمناو من السيد رئيس الحكومة يتدخل في هذا الخط. رأى أن هيئات حقوقية أصبحت تناشد، وهنا أنا تنشوفو نقولها للإخوان علاش لا. اليوم توصلت مجلس الجهة، توصل اليوم من هيئة حقوقية اش كتقول هاد اللي وتقول هيئة حقوقية طلب الحصول عاوتاني هيئة حقوقية أخرى كتقول يتشرف المندوب الإقليمي لابن ملال وعضو المجلس الوطني لهذه الهيئة الحقوقية بناء على مقتضيات دستور المملكة ديال 2011 وخاصة الفصل 27 الذي يتضمن لكل المواطنين والمواطنات الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بها من المرفق العام بناء على القانون رقم 13 وعلى 31 المتعلق بالحق في المعلومة
الصدر ماشي من العيب والعار، كنشوفو هي حقوقية عظمى أنها حتى تكون غادية موازة مع المطالب، كنشوفو مازال حنا هي حقوقية كتقول عافاكم عطيونا أشقال المزيج ديال جطلو وديال الأخت العدوي. من أنتم؟ شكون نتوما وشكون اللي تيحميكم باش أنكم تضربوا واحد الفصل في الدستور اللي صريح؟ شكون نتوما؟ سيد مجاهد رئيس الجهة، ربما أقول سيد مجاهد رئيس جهة بني ملا الخنيفرة، أنا كإعلامي نهار انتخبكم الشعب كنت أثناء التغطية، أنتم كرئيس جهة ربما لو كنتم واحد الصحفي اللي تنحاول نتقرب وبدن كن، انا ما عمرني سيد الرئيس ما عاود قناه شوف تي في تنحضر معكم، كنحضروا برامج كنسالي كنمشي بحالاتي، ولكن صفقت لكم النهار الاول حينما اعطاك شديتو الميكرو، مازال تنذكر النهار الاول حيت وكنتو حاولت ما قديتيش تهضر هكذايا وحسيت بك انك ولد الشعب بكل عفويه، دخلتي للغمار الانتخابات يدكع كترعد هكذا مما يثبت بانك لا علاقه لك بدوك الممثلين اللي كيشدوا الميكرو ويحسنون الحوار. سيد رئيس الجهه ديال بني ملا الخنيفره، انا كنشوف بانك شاب، سيد رئيس الجهه ديال خنيفره بني ملا، راجل شاب طموح ابن المغرب العميق، كنت مجاهدا وتمنيت ان تكون اسما على مسمى، ولكن خاب ظني، خاب ظني السي مجاهد، احترمكم وتنحاول نعقب عليكم ليس كشخص، في التسيير كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، اش وقع في الطوموبيله تاع مجاهد؟ خرج بيان حقيقه، رئاسة حقوقيه كتقول خرج بيان حقيقه عافاك اش وقع في الطوموبيله، ولادنا مازال تيتسعاو قدام العالم، الفيديو اللي دار داك الدري جهه ازيلال ربما قاست الوجه لا كارا دي لوس ماروكيزين طول الموندو قاسا، كنشوفو الدري تيقول عاونوني حيت تنجيو كقناه اعلاميه تلقاو بان السيارات مركونه، سيارات مركونه، فين مركونة؟ ماشي في جنبات المدارس، مركونة في اسطبلات تحت مسؤوليتي، حيت جينا باش نسولو قال لك لا دوك الوراق ما عندهمش الطوموبيلات، ما كاينش دفتر تحملات، ما كاينش قانون، ما كاينش قانون منظم ديال هاد لي مارشي، ما توفر سيد الرئيس على مجموعة اللي ان شاء الله غادي نحاولوا نديروا لها حلقات محشومه كاع، مجموعه ديال المشاريع ديال الريع، ولكن حيت تنجيو تنشوفوا بان جات لجان المحاسبه فحاسبت رئيس على باتري ومرت مرور الكرام على ما يقع بجهه بني ملا الخنيفره، المهزله اللي واقعه هنا في اقليم خنيفره في بوشبر ربما حوادث السير المميته تتحملون مسؤوليه منها، حوادث المميته اللي كتزاق هنا في الطريق ديال بوشبر في طريق ضروش كتحملوا المسؤوليه كمجلس جهه الجزء الاكبر السي مجاهد، علاش؟ لانك من المقاول ومشى الضو ما كاينش، القوادس ما كاينينش، الواد الحار ما كاينش، من العيب والعار، رحم الله من عمل عملا فأتقنه. سي مجاهد كرجل سياسي أحييك، ولكن ما آلت به الأوضاع في هذا الخر، ربما من اللي طاح الحجاب من عند شي واحد تما في الجهة، حتى أنا خصني نتفوسخ. رئاسة حقوقية نشدت الأخت العدوي،
كنجيو نهضروا تيقول لك لا راه ولد خالت مول القيطون، لا راه ولد خالت مول القيطون كاين في بني ملال. لا يا سيدي، خطابات الملك وخطابات صاحب الجلالة واضحة في هذا الأمر. الرد على كل المفسدين، الرد على كل المفسدين. ملك البلاد، والله العلي العظيم، والله العلي العظيم، أننا شعب فخور شد في الأرض لأن عندنا بانا واحد وثبت هذاك الملك اللي نتوما عيتو وانتوما سدين ودنيكم من الخطابات الملكية ديالو والرسائل اللي يحاول يصيفط لكم. حينما قال عاهل البلاد أن واحد الفئة كتبقى فيها من الشعب ربما ما كان على الحكومة إلا أن تستقيل، جرائد وطنية تكلمت عليكم، جرائد دولية تكلمت عليكم، جرائد كلها تكلمت على فضائح جهات بني ملا الخنيفرة والملايير اللي تصرفات وعلاقة المقاولة الشهيرة التي أصبحت مقاولة. جالسين حنا تنقولوا السي أخنوش فلا تحسبن طربي بينكم رقصا فالطير يرقص مذبوحا بشدة الألم. تكلمت الجرائد وتكلم الشارع وتكلم وناشد شرفاء هذا الوطن، فها هم الحقوقيون يتكلمون ويناشدون المعاناة تضامنا مع المعاناة اللي كتعيشها الساكنة. سي مجاهد الله يعطيك ستر، الله يرحم لك الوالدين، كإعلامي أعطي الناس التقارير التي أعدتها المجالس ديال المحاسبة، أعطيونا العلاقة ديال بعض الشركات وبعض السياسيين في هذه المنطقة. جهة بني ملال الخنيفرة، جهة ديال الوطنية، ناس ديال 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 اللي بينوا الوطنية ديالهم وجاهدوا، ناس اللي كاينة ثقة وعلاقة وطيدة ما بين الشعب والملك. خليوا هذوك الناس في احتقار. كنتمنى من هذا المنبر، وشكرا لكل المتتبعين الكرام انني اسمحوا لي ما كنتش نشوف لي كومونتير ديالكم، والله العلي العظيم، لان ما وصلني اليوم الا خطير جدا على ما يقع في هذه الجهه ديال بني ملا الخنيفرة. عيب عليكم طوموبيل سيد اخواني المتتبعين الكرام، طوموبيلات اللي شوف، والله العلي العظيم ما زال طوموبيل دوفلفي، ها هي في إسطبل، طوموبيلات دوفلفي ما زالين في إسطبلات يا عباد الله. حيت جينا نسولهم كإعلاميين قال لك لا هادو راه ما عندهمش الوراق. كيف يعقل يا صاحب الجلالة؟ كيف يعقل أيها الشعب المغربي؟ كيف يعقل للجان المراقبة والردع ألا تسارع؟ شوف فين واقفين الطوموبيلات، طوموبيلات اللي مازالين هازين دوبل في ورصدتهم الكاميرا ديالنا في جهة بني ملال الخنيفرة، خرجة بالملايين هاد الطوموبيلات مازال دوبل في، ومكتوبين في التقارير بأن أولادنا تيركبوا فيهم في ساكنة المغرب العميق. كذبتوا. طوموبيلات اللي مازال هالي ماتريكيل ديالهم وتحت مسؤوليتي، طوموبيلات اللي كاتبين واقفين ها هي تلكسابة ديال النقل المدرسي كتبات فيهم، ماشي حشومة عليكم، ماشي عيب عليكم، ماشي طوموبيل يا اخي المتتبع اللي كتشوفي اخي المسؤول وعاد ان باش نبقاو نستناو الناس من بعد ما رصدنا كاع هاد المشاكل كلها كنلقاو اخي المتتبع مازال حليمة عسلي المرأة الحديدية في الحركة الشعبية كحائرة، واش يعطيوها نسخة من التقارير اللي اعدت مجالس
زطو او لا لا. كنشوف وسائل الاعلام كتقول لك في حين صرح السيد محمد سقراط رئيس المكتب الجهوي للمنظمه المغربيه لحمايه المال العام بجهه بني ملال خنيف رأى ان ما قامت به المنظمه هو تنزيلا وتطبيقا للاحكام الدستوريه. شنو اللي بغيتو دابا؟ فين عيب عليكم؟ كديروها وكيطيحوا فيها خدام هاد العرش الوفياء. كيديرها منتخب كتهبط مسيره كيحيروا فيها الجدارميه والمخازنيه والقايد والعامل والوالي. انا من هذا المنبر اقول للجان التفتيش حاولوا ان شاء الله عافاكم باش انكم تفعلوا التقارير ديالكم، لان الشعب المغربي وساكنة المغرب العميق ترحب بالمجيء ديالكم، ولكن تنشوف بان مجموعة ديال 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 الجرائد الوطنية انها ناشدت وبالصورة والصوت استنكرت. شكون اللي تيوقف هادشي؟ اذا ولات عندنا زاكورة هنا، غي زاكورة تيصمو الدم ديال القاصر والزهري، وهنا كيصمو الدم ديال هذاك المواطن البريء اللي كيحاول يثيق في مجموعة ديال الناس اللي كتستغلو 15 يوم في 15 في 5 سنين. حسبي الله ونعم الوكيل. حسب امر من الملك اما الشعب. هنا كنشوفوا رسالة من مواطن يقول: اتمنى من اخي حميد العقاوي، اتمنى من الله تأسيس ديوان المحاسبة بامر من الملك، اما الشعب بكل فخر ان تكون رئيس الديوان الملكي الحسابي. هكذا قال هذا المواطن. تحيتي من الريف الشامخة. ايثما ديسما الزرن سيدي ربي غيفون، اثي نفوض الوقت اغانيني اخسانيني اذي الدور الملك ان شاء الله غير نغرد مازير، اثي نيوضخو بوضو غير ميدنا نينان اسهاتي لان الطوموبيلات لا الصواظن اراو النخ المدارس. ربما كتن الو الو السلام. الو عليكم السلام. كيداير اخويا؟ خويا بخير صحة لاباس؟ لاباس عليك. اش مازال سهران؟ لا اخي سهراني. خويا اش من مدينة والاسم الكريم؟ انا من مدينة سيدي عبد الرحمن الساحلي، مدينة حشاش، اقليم الشتوكي دابا. خويا شنو الكلمة اللي بغيت تقولها؟ تلاقيتي مع شي مسؤول بالنسبة للمنتخبين والثقة اللي ثق فيهم الشعب والخذلان اللي تلقيناه في بعض الجهات، وتحية دائما للشرفاء. بالنسبة لك هذا السؤال؟ أنت راك معنا على المباشر ياك؟ عرفت. ألو أسيدي. ناس بسطاء، ناس كرماء، شعب والله العلي العظيم لا غير بغى غير يوصل الرساله ديالو. شعب الحمد لله اللي في زمان كورونا بانت الحقيقه، بانت بان هاد البلاد عندها ملك ديالها وعندها اجهزه امنيه ديالها، هي اللي كانت واقفه وصامده في ساعات كورونا. جهات بني ملال خنيفره تصور اخي ان كاينه فيها اكبر عدد من الكاتكات اللي فيها الجيم اللي شاريه الجهه. علاش بالضبط الجهه هزات 50% من هذا الشيء اللي عندها في واحد البلاد اللي ما عندناش حتى الطريق وشرات كاتكات؟ تصور ان اللي كاتكات الجهه كان رئيس ديال الجماعه دابا كاع اقيل من الجماعه وتمت محاكمته، ولحد الساعة لا زالت عنده سيارة ديال 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 الجهة. الناس اللي ما فهمتش، واش ما عمركم ركبتوا الحديد؟ واش عندكم الكبت كاع بهاد الطريقة كاع حتى ولاو هاد الكاتكاطات كاع الروينة منوضين هاد الجيمات كاع تمنينا الجيمات دوك الطوموبيلات الجيم توقفوهم نهار بغاتهم السلطات المحلية وتوقفوهم أمام العمالات وأمام المستشفيات وأمام المصالح الطبية في زمان كورونا.
كاين ناس رؤساء اللي مازال لا كونسوماسيون اللي كيديروا ديال لا طوطاسيون ديال المازوت على طول العام، حتى في كورونا كاتبها وكأنه تيخرج واخا كان الحظر. كنتمنى من الإخوان المتتبعين أنهم يبارطاجيو هذا الفيديو، كنتمناو لي كومونتير ديالكم واش نستمروا بهذه الطريقة ولا نوقفوا. كنتمناو بأننا حنا كإعلام الحمد لله اللي كنديروا برامج بكل عفوية كنحاولوا نوصلوا الصرخة ديالنا ديال الشعب. عفوا. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام أسيدي. كي داير خويا العقاوي؟ بخير. الله يحفظك أخويا، بارك الله فيك. الله يكمل سيرفيسك بخير وعلى خير اخويا. اش من مدينه اخويا؟ مدينه اخويا قصب التادله. قصب التادله خويا، انت ولد قصب التادله وربما راك تابع الجهه ديال بني ملا الخنيفره. عندنا مجموعه ديال الوثائق كتدل بان الطوموبيلات ديال النقل المدرسي في ساكنه الجبل ان تتوصل ولادنا، في حين ان لقيت مجموعه راه مازال جالسه في الكوارع. شنو واقع؟ شنو الرساله؟ واش واقع عندكم في تادله؟ واخويا اش واقع؟ اش غادي نقول لك؟ راه داك الشيء اللي اللي تتبين لينا راه الدليل القاطع ديال المنتخب وانت. نعم اخويا. راه زعما كي راه المواطن راه مقهور بزاف بزاف من ولينا تنتشكاو من هاد المنتخب بزاف بزاف، ولاو عصابات اجراميات. واخا تيجيو دوك اللي جا المحاسبه، واخا كتشوف الطوموبيلات تيجيو شحال من مره ما كاين والو. واخا اش غادي نقول لك؟ راه هادشي ولا بحال النصب والاحتيال، اكبر عصابه اجراميه بالنسبه للمنتخب. الى 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 تلاقيتي مع شي مسؤول وتصور غيتسلط عافاك، دابا تلقى جالس مع وليداته وراه جالس هكذا حتى هو وراه فيه الانسانيه، شنو الرساله اللي بغيت تقول له؟ شنو دارت لكم الجهه ديال بني ملا الخنيفره وكتشوف بان الملايير تصرفات وكيجيو عند المحاسبه ما كاين والو؟ ورا تلاقينا مع تلاقيت مع منتخبون مع شخصيات تهضر معاها تيبين لك البراءه، ولكن راه ما كاين حتى شي حاجه من داكشي والو، ما كاين حتى شي نتيجه من داكشي. حنا درنا وما كاين حتى شي حاجه والو. تخيل رئيس جامعه كيوصل بحر كيدخل بحر هكا تيخرج لك طوموبيل 50 مليون باش يدور عليها هو على حساب الجامعه، كلشي على الجامعه. لا اله الا الله. تيولي تيمشي تيدير المشاريع ديالو الخاصه بيه، تتمشي عندو البيرو ما تتلقاهش، طايط في التليفون تتلقى التليفون طافي والو. لا حياة لمن تنادي والو. لو دابا تلقاه ما خدام ما ردام، خصو غير يكون مرشح صافي دار لاباس بلا ما يقرا كاع. حسن مرشح، تيكون مرشح الراس وتيمشي يقضي المصالح ديالو الشخصية، ماشي مصالح الشعب، ماشي مصالح. واش كتمنى حتى انت بحال اللي كيما طلبات بعض الهيئات الحقوقية تجي لجند المحاسبة لتما الجهات بني ملا الخنيفرة؟ كنتمناو بزاف بزاف ولكن ما لقيناش. ما تنتمناو دوك اللي جان يجي ولكن ما كاينش شي لجنه اللي تتراقب النيت الشاده والفاده. ويتمنى ويقول لهم ها هما دابا راه تلقى ان شاء الله غادي يكونوا ناس نزهاء. شنو واقع عندكم؟ لا ترقى لا والو. كنشوفوا دابا كيقادوا الطريق العام الجاي تيعاودوا يقادوها. وما كايناش الطريق، راه كاينه شتي نقول لك؟ كاينين دواوير مجاوره لمدينه قصب التادله تتبعد 3 كيلومتر 4 كيلومتر على المدينه. لا باش تخرج. لا سيدي راه عفوا تقطع الخط على هذا السيد من. الو السلام عليكم. باقي عندنا فك العزله هنايا، باقي عندنا الناس من حاصرين بزاف خصوصا في هذا البرد وهذا الشتاء وهذا. شكرا خويا من قصب التادله، نشوفوا متابعين الكريم شنو غادي. تحيه لك يا اخي الكريم. السلام عليكم. اسيدي بخير؟ اذا سي حميد لاباس عليك؟ والله يحفظك كلشي بخير. الله يطول عمرك. من مريرت؟ اش من مدينه؟ مريرت اسيدي، مريرت. مريرت ما ميت عليك. كنت كنقلب على النمره ديالك دابا والله الليله. بخير يا حميد. شنو الرساله اللي بغيت تقول اخويا؟ الرساله الجهه ديال ديال مزيز بالنسبة للدعم ديال مزيز الجهة والغياب ديالو، ومن بعد ما ضبطنا مجموعة ديال الخروقات واخا تيجيو لجان المحاسبة ما كاين والو. شوف السي حميد، هادشي اللي كيديرو راه ما كيبغيه لا الله ولا العبد.
نعم انت سي حميد، نعم هاد اللجان كيجيو ما كيبينوش يعني شنو هي المعنى ديالها، نعم اشنا هي المعنى ديالها، كتجي كدير التفتيش وما كتبينش اشنا هي المعنى ديالها. نزيدك سي حميد، بالنسبة واحد المشكل وقع لينا هنا في جماعة أم الربيع، نعم واحد البلاصة إل سي سعيد، راك عارف المنطقة إل سي سعيد، نعم شينا صوبنا طريق في الدينا، الناس ضحاو بعشر زيتونات، شجر ديال الزيتون، كاين اللي ضحى بالمسافة ديال 14 سيناها، مشينا عند رئيس الجماعة ما بغاش يعطينا هذيك البوكلان باش نكرطو باش يقادو الطريق، ورا باقا الان هادشي باش تعاودو نتوما الطريق ديالكم، خصكم مشيتو زيتو بلاطكم مشيتو عند الجماعة غير تعطيكم البوكلان والو، ما كاين والو ما كاين والو ما كاين والو، مشينا تنعم نخدو بالمعاناة اللي تدعينها الناس اخواني، والله العلي العظيم لا اله الا الله، والله هادشي كيأس بزاف الدراري، هادشي بزاف بزاف، يلا اكثر من هذا في دم الناس. خويا اسمح لي راه تقطع الخط الاخ من مدينه بنيت، ولكن راه وصلت الرساله، نشوفوا الاخ دريس اش بغى يقول لنا. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام سي حميد العقاوي، تحياتي متبادله مولاي، بارك الله فيك، ولنا الشرف نسمعوا صوتكم مباشره معك دريس بورقعة من الرشيدية، بالضبط من أمغة. تحية للنادي الرشيدية خويا، شنو الرسالة بغيت تقول أخويا نتاع المباشر؟ هاد المنتخبين والبدلان والاستغلال وكيولاو تيحكرونا في الأخر، ما فهمتش حتى حاجة. كثير ما يتقال سي حميد، غادي نهضر شوية على النقاط اللي كتهضر عليها. أنت كتقول بأن كاينين الناس اللي ما خدامينش وكيهزوا الطوموبيلات ديال 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 المخزن وكيستغلوها. حنا عندنا في المنطقة ديالنا الناس اللي جالسين في مصالح وهذوك المصالح ما كاينينش. مثلا كتلقى عندنا في الجامعة كتلقى مصلحة ديال التنميه، ما شي تنميه ما كاينه، كتبقى مصلحه ديال التقنيين يعني ما خدامينش ما كيديروا حتى شي حاجه، حيت على اساس ما كاين عندنا لا تنميه لا حتى شي حاجه، بغض النظر على الفساد بغض النظر على المحسوبيه لا اله الا الله. وكنظن سي حميد راك زرتي المنطقه وشتي الويلات اللي كتعاني، راك نتبعوك خطوه بخطوه، وكنحيو فيك الروحات ديالك، تبعناك الزاكوره تبعناك لجميع المناطق في المغرب، راك فخر العمل اللي غوت نحيوها خطوه طولت عليك، راني استغليت هذه الفرصه ونكون اناني باش نشكرك، وتحياتي ليك والله يقوي مثالك. لا لا ودي حاشا خويا، شكرا. شنو الرسالة اللي بغيت تقول اخويا وكتشوف بان الناس ديال ساكنة المغرب العميق كتثق في واحد كتنتخب عليه وفي الاخر تخفي لا هم لا ولا الاستغناء هو غير تقليل الحشومة اللي كيوقع عندنا ودا السي حميد كما كيوقع في كل المناطق ديال المغرب الغير النافع كما كيقولوا، ولو المغرب العميق كما كيقولوا هما، بالعكس حنا مغرب نافع ومغرب يعني حر. كيوقع شنو كيديروا ملي كيوصلوا للانتخابات كيتحالفوا بعضياتهم وكيتفاهموا بعضياتهم حتى المناصب، ديك الساعات كيبقى يتخاصموا هذيك 4 سنين على الوزيعه وعلى الفريسه اللي داروا، ملي كتقرب عاوتاني الانتخابات كيتحالفوا حتى كيكذبوا على المواطن وكيبقوا يتدابزوا 4 سنين، لان احنا عندنا منتخبين اللي كتهمهم المصالح الذاتيه اللي المصالح الدينيه ديال البلاد، هذيك ما كايناش عندهم في التربيه ديالهم، ما كايناش عندهم في الثقافه ديالهم، ولهذا الحمد لله كاين بلاد اللي كتحاول ما امكن تغير اللي كاين، ولكن خاصنا المحاسبه، خاص اللي غادي يراقب شنو كيوقع في هذيك البلاد، هذيك البلاد راه خاص المحاسبه، وخاصنا اللي غيراقب اش يوقع وراء ساكنه الجبل هكذا. ختم الاخ الحبيب والمتتبع الكريم من نواحي الرشيديه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سيدي بخير صحه لاباس. يبارك فيك. اسم المدينه؟ مدينة خنيفرة وخباب. فين خنيفرة؟ خباب. فين راك؟ في القباب؟ اه. خويا كتشوف القباب والتاريخ ديال القباب
وكيفاش استغلت القباب من بعض السياسيين والبنية التحتية ديال القباب والقباب الفوق في دوك الطلاعي باش تشوف فين ما طاحت الشتا ولا شي حاجة، أن دوك الناس مساكن تيتمحنوا في الخلل. بزاف ديال التمحان وبزاف ديال الأزمة تكون في وقيتها الثلج والدراهم كرفسين تما على حساب ترونسبور. ولكن ترونسبور هو راه شراوه لكم راه عندكم، ولكن راه حدا القباب سميت ديك البلاصة فين قرصات ديك الفعة ديك البنت قتلاتها. بولف فين البلاصة؟ بولف راه في بولف تا واحد وراه عندكم هاد السيارة هادي راه في بولف لي راه قدام الكاميرا إلا كتبان لك، راه خصات بالإشراف سيدنا الله ينصرو. ولكن هاد الطوموبيل اللي غادي تهز ولادكم شتها راه واقفة هنايا في الكوري هادي 4 سنين وتشرات ب65 مليون، واش ولادكم نتوما كيديوهم في ترونسبور ولا تيمشيو على رجليهم؟ ترونسبور يا تيمشي على رجليهم، ولكن ترونسبور اللي خرجوا المسؤولين اللي خرجوا من الجهة وسميتو راه ما كاينش الوثائق عنده باش يخدم. هذا شاهد عيان اخي المتتبع، شنو هذوك الطوموبيلات دابا نتوما موقفينهم حيت ما عندهم حتى ورقة؟ ما عندهم حتى ورقة، راه أي ورقة تسول فيها يا إما لا فيزيتي إما الضريبة، ما كاين حتى ورقة، كارت كريز ما مشجلاش كاع. إذا هاد الطوموبيلات اللي شرات الجهة ما عندها حتى ورقة ولادكم تيمشيو على رجليهم. هذا هو المشكل. واو واو، هاد الطوموبيلات اللي علمتي هضر هاد السيد. نعم اخويا، دابا ولادكم غاديين على رجليهم، هاد الطوموبيلات شراو ب 65 مليون الطوموبيل وراهم في الكوارع ديال هاد المتتبع الكريم اللي راه معانا، واقفين في الكوارع. علاش؟ حيت دازو في مارشي ديال الريع، في مارشي ديال الفساد، في المارشي اللي باللعيب والعار، اننا نضبطوا حتى الاعصاب ديالنا وحنا كنشوفوا هاد المتتبع الكريم بالليل تيعيط منا واحد القباب. شنو بغيت تقول لي اخويا؟ بغيت نقول لك دابا الطوموبيل دابا خرجت من الجهه، راه مسميه على خرجت من الجهه ديال الفيملا خنيفرة. نعم. وفاش تجي دابا تقلبها الشوافر كاع اللي كانوا جايين منها تيقلب باش يخدم فيها، هما ما عارفين والو، اميين ما قاريين حتى لعبه لا من رئيس الجمعيه ولا من اي واحد. وفاش تيقلبوا يمشيو الدراري خصهم غير يمشيو، إلا وقع عليهم شي حاجة شكون اللي غادي يتحمل المسؤولية ديالهم؟ ما عندها لا راسورانس لا ضريبة. ولكن هذوك الطوموبيلات راه تشراو في مارشي، شراتهم الجهة في مارشي عنده دفتر تحملات، واش الجهة كتشري الطوموبيلات مزورين ولا شي؟ ولكن خاص اللي يقلب دابا يشوف ديك الطوموبيلة واش عندها شي وثائق ولا ما عندهاش كاع. راه عندها ورقة وحدها هي، عندي كوبي ديالها يا خويا. ستين وصافي ممنوع يتحرك هادوك الطوموبيلات. هذاك الشيء شتو كامل، ولكن واش عندهم واش عندك شي وثيقة ديالها؟ أنا عندها حتى وثيقة، راه داز غير بالفلوس ديال دابا تنتمناو اللي جان التفتيش تجي عندكم. سميت هاد البلاصة فين كاينين نتوما؟ فين كاينين؟ كاينين في هاد الراس، ديك السيارة اللي سيرتيها اللي صورتيها راه مخشية في شي خندق تما ولا ما عرف شنو ولا تما. واش عندها شي ورقة؟ عندها شي ماتريكول؟ شي ماتريكول نهار صورتيها تصور عندك تما تشوف فيهم عندها شي حاجة؟ لا ما عندهاش، عندها دوبل في وعندي شي ورقة هنايا. حيت وشكون اللي مسؤول على داك الشيء؟ إيوا دابا إلا تلاقيتي على شي، شوف خويا إلا تلاقيتي مع شي مسؤول شنو بغيت تقول له على هذا مزليش الجهة هذا بلادنا؟ تلاقينا مع شي مسؤول خصهم يشوفوا ديك السيارة يصوبوا لها الوراق ديالها ولا يقلبوا عليها ولا حتى دوك اللي خرجوها هذوك اللي جابوها في ذاك النهار فاش جابوها يمشي يتبعوا الوراق ديالها يخرجوها، يا اما من الجهه يا اما راه تيقلبوا على دابا الدوسي ديال الجدر ديالها باش خرجت ديك السياره الاصل ديالها ما لقاوهاش. اي واحد مشى الرئيس ديال الجمعيه تيمشي عند شي واحد تيقلب على داك الشيء تيقول له ديك الورقه راه مازال ما خرجاش، ما نعرفش فين مشات. الشركة اللي خرجت ديك السيارة راه دار تصيط ولا ما عرف مولا اللي مكلفي راه مشى تبع داك الشيء ولا ما عرف كي جا. دابا راه ولاد راه هاد الطوموبيل خصها تهز 25 دري في كل قبيلة، دابا ولادكم تيمشيو على رجليهم. تيمشيو على رجليهم وتيكريو وتيضيعو في الزناقي. ما عندهمش ترونسبور، واقف داك ترونسبور في الكوارة وصافي.
ما الترونسبور تعطى اليوم ترونسبور ما عنده التواثيق، شافوا الشهر اللي لازم نتيقى ما عنده التواثيق، تيخاف على راسه يقال شي حاجة تيمشي بحاله. يا ربي إذا وقع لي شي حاجة دابا داك ترونسبور ما عنده الطرق، هذا كارت كريدي ولكن راه تسلاو ب 65 مليون الطوموبيل اخويا، راه السبعة اللي واقفين دابا راه تلت، راه هذيك 65 مليون راه شي 200 مليون، هذيك مليون حفلك ولا ولادنا ولادكم تتقول لي. والله يحفظك، شكرا اخي الكريم، والله العلي العظيم اخي المتتبعي لهذا الشيء. جهات بني ملا الغني فراش راس الطوموبيلات الناقل المدرسي في الاخر قال لي ما عندهمش الوقت. السلام عليكم. نعم اسيدي. خويا حميد لاباس عليك. الله يحفظك اخويا وينصرك. كلشي مزيان. شكرا خويا العزيز. معك المتبع ديالك من اغبالون كردوس. اغبالون كردوس سميت عنها بصحة لاباس. والله الحمد لله جاب بعثة في العاصمة في الكركور. عاصمة الكركور وما بيت عنها مثلنا. الله يحفظك اودي سي حميد. اشنو بان لك نتوما وتنتوما المعاناة ديالكم ربما عشت معاها، ان جهاز خنيفرة بني ملان شرات مجموعة ديال الطوموبيلات وفرقتهم في على النقل المدرسي، ولقينا مجموعة منهم ما عندها حتى ورقة، هما دازو في مارشي. خويا حميد راه شوف جميع الجهات فيهم الفساد. الو. نعم سيدي. قلت لك السي حميد عندنا شي حاجه اكثر من طوموبيلات واكثر من دوك المشاكل كامله. مصيبك على مع اقتراب الاستحقاقات المقبله ودي السي حميد تحركت الكائنات الانتخابيه التي ذهبت على التلاعب في نتائج الاستحقاقات منذ الان. هما راه بداو دابا، هما كينجحوا لا بداو دابا صافي بداو دابا هاي هاي. عرفتي علاش اخويا حميد؟ عندنا مشكل في تشطيبات التلاعب في اللوائح الانتخابيه. ايه. اغبالون كردوس قيادة اغبالون كردوس ما كاينش الحياة ديال السلطة المحلية نهائيا. خدامين المنتخبين كلها في تيقلب على راسه من دابا. اشنو وقع لنا حميد؟ الناس اللي هما تابعين للرئيس الجماعة والنائب ديالو خلوهم ما شطبوش عليهم، مع العلم تاع انهم كيتكناو برا المدينة برا ديال القرية، راهم خدامين في مراكش اكادير وخلوهم، والناس اللي هما كاينين في الوطن ديالهم شطبوا عليهم. إيمان بوبوط تبارك الله عليك، شكرا خويا العزيز، ربما وصلت تحية لبنت بلادي الفاعلة الجمعوية إيمان بوبوط، حتى هي كتقول لك إيب، تتقول بأن هذا الشيء ولا تيخلع. إذا أخي المتتبع، هنا حسب ما نشرته وسائل الإعلام أن الأخ مجاهد رئيس جهة بني ملال خنيفرة متورط في مجموعة من ملفات الفساد، هذا ما نشرته مجموعة من المواقع. حقوقيون يطالبون بإيفاد لجان المراقبة والردع. مجلس جهات بني ملال يتوصل بوثيقة مفادها هو أنه ملزم بتزويد كل الأعضاء والصحافة بالتقرير الأسود الذي أعدته قضاة جدو والأخت العدوي. وسائل الإعلام وحقوقيون ينشرون بأن حان الوقت للمطالبة بزيارة ملكية عاجلة. ألو 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 السلام عليكم أخويا حميد بخير. حيدي اختي عافاك اللايف من حداك، الله يعطيك الصبر. مرحبا. ايه بخير اخويا؟ لا لا بخير، صحة لاباس؟ الحمد لله ربي يخليك. الله يحفظك، نعم لالا. انت على المباشر ياك؟ راكي انت على المباشر. ربي يخليك. بغيت غير نهضر، بان خنيفرة كاع جميع البلايص تقريبا اللي مشيت ليهم، اللي انا بنت الدوار، يعني إذا بغيت نمشي غير الدوار ديالنا راه بعيد على خنيفرة بواحد المدة. ما الطوموبيله ما كتوصل لها. نعم يعني اخويا غادي نقول لك، يعني المسؤول اللي عندنا هنايا والو زيرو، بالعربيه تعرفت كلشي شفار. وي ولكن نتوما اللي كتنتخبوهم. لا يا خويا، كانوا جدودنا والدينا، حنا ما غاديش نعاودو ننتخبوهم، نكذب عليك. ولكن علاش انتخبي ولكن عارفي على متى تنتخبي؟
بصح ما كذبتيش. ما كذبتش. شنو الرساله اللي كتقولي؟ اختي وحنا كنتوفروا على مجموعه ديال السيارات ديال النقل المدرسي اللي تصرفوا عليها الملايين باش توصلوا. ولكن يا خويا بلاتي نقول لك يا خويا حميد، واخا كاينين يعني راه انا كنشوفهم راه كاينين غير في العماله تقريبا، كاين غير حابسين في العماله. لا ما هذوك اللي شتي في العماله، اسمعي باش تفهمي يا اختي، هذوك اللي في العماله تشراو شراتهم مجلس جهات بني ملال ب 65 مليون تقريبا لكل وحده، حيت وصلوهم لقاو ما عندهم حتى ورقه، قال لك ما عندهم حتى ورقه وخلاوهم، واخا تشراو بفلوس الشعب. تصوري يكون عندك انت طوموبيل ما عندهاش الورقه، اش غيديروا؟ ينوضوا الحيحه عليك ويجيو يهزوها ويديوها ويبقاو مزوره ما مزوره. بصح ولكن اللي بغيتهم يشوف ما يمشي يطلعوا للدواور، الناس اللي ما عندهم ساكن في بيطارات، ما عندهم مدارس، ما عندهم والو، يصيبوا لهم الطرقان، يصيبوا لهم راه شي حاجه. اخويا انت اللي كتشوفها بعينك، هما ما كيشوفوهاش ولكن انت كتشوفها. شكرا اختي العزيزه وعلى الغيره ديالك وبرافو عليك وعلى هذا على هكا، لان بغيتي توصلي الرساله بكل حماس فبنت بلادي وكان شكرا. شكرا للعزيزه ميرسي. اذا اخواني، اخي المتتبع، اختي المتتبعه، اخي المسؤول، اختي المسؤوله، الى كل ضمير حي، فحان الوقت كما قلنا بان هنا مجموعه من الفعاليات الحقوقيه باقليم خنيفره وبجهات بني ملال التي قامت بالاسراع بمراسله السيد رئيس جهات بني ملال خنيفره على الزاميه. الو 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 السلام عليكم. عليكم السلام خويا حميد. اخويا معك عبد الكريم الزاكي من دمنات. من دمنات، لاباس بخير صح؟ لاباس الله يحفظك. الله يلا بخير. بخير الله يحفظك. الله يلا بخير. انتوما في دمنات تابعين لجهات بني ملال خنيفره وبيت كاع غيرهم تابعين ليها وما تابعينش ليها. هذا هو المشكل، تابعين لها في الاوراق وفي الاستفادات وفي كل شيء، حتى حاجه ما كاينه. وراه كاين شي مشاريع تما دارتها الجهه ديال بني ملال، واش كاين شي حاجه في الوقت ولا غير الاوراق؟ والمهم كاين شي حاجه ولا كاين شي حوايج لا اله الا الله. كيفاش؟ لا اله الا الله. سيدي كاين ناس كتعاني اصاحبي، كتعاني بزاف. كاين التهميش، كاين بزاف ديال الحوايج. نعم. كاين بزاف ديال التهميش، فهمتيني؟ التهميش والناس راه في الجبال ما لقيت. ولكن نصوروا واحد لقيت فيه 150 دري تلمي. شحال هذا؟ قسم صوروا فيه 150 دري. أويلي. لا في فوق دمنات. واش هادشي بان راه واش ولادكم عندهم النقل المدرسي ولا كيمشيو على رجليهم؟ دابا كاين النقل المدرسي، دابا اللي واقع دابا قال لك اسيدي دابا مابقاش عندهم كاع المازوت، فهمتيني؟ مابقاش كيخلصوا لهم المازوت. زيد دابا المشكل هو ان هاد الطوموبيلات اللي تخصصوا من اموال الشعب نص جا عندهم ما فيهمش الاوراق، والاخرين اللي خدامين سمعش كيقول هاد السيد تيقول لك اللي خدامين وعندهم الاوراق، قال لهم حتى هما يتحركوش ما عندهمش المازوط. اين دور مجلس الجهه؟ وحان الوقت لمحاسبتكم ومحاكمتكم، فكفاكم استهتارا بالشؤون ديال سكينه الجبل. تفضل خويا. وكنتمناو من الجهات الملكيه يقوم شي زياره لبنات ولا واحد يتطوكا سيدي لي وهاد النواحي، حيت فهمتيني راه الوضع كارثي، فهمتيني؟ خصنا زياره ملكيه، حنا كنتيقوها في الملك. وحيت تجي دابا يقول لك لا واه الجهه لا واه تيعرف فلان لا واه تيعرفوا فلان لا واه نساب فلان، بركه استهتار بهذ السكينه. سكينه سمعش كيقول الراجل، تيقول لك بان الطوموبيلات اللي راه ما عندهمش الاوراق راه واقفين في الاسطابلات، واللي عندهم الاوراق قالوا لهم سمحوا لنا ما عندناش المازوط باش نوصلوا ولادكم. انها معاناه سكينه الجبل يا ساده. تفضل. ولكن دابا المشكل اللي كاين اخي حميد بان البنات تقريبا دابا من عهد الاستعمار اللي تبنى واحد الطريق اللي كان الاستعمار اللي باقي لحد الان، بغيت القضيه ما بغاش تفهمني، من عهد الاستعمار من عهد فرنسا وخلات واحد الطريق هي اللي كاينه دابا لحد الان باقي اللي غادي للبنات. اما ما باقي والو غير في الاوراق. الله. شنو الرسالة بغيت تقول للمجلس ديال الجهات بني ملال خنيفرة؟ والله يهديهم علينا، هادشي غنقول، الله يهديهم علينا. حسبي الله ونعم الوكيل، وكما قال هذا الأخ تيقول الله يهديهم علينا، فتنتمنى من كل شريف البارطاج ديال هذا الفيديو.
من هذا المنبر تنقول لكل ضمير حي كفاكم 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 إخواني كفاكم استهتارا بمساكنات المغرب العميق وخاصة هنا الناشط السياسيين. أما الضمائر الميتة فما علينا إلا أن نصلي صلاة الجنازة على تاريخكم اللي الحمد لله هاو ما تستنكروا البادي والغادي وحتى ساكنة الجبل الحمد لله يا ملكة تقول نحن جنود مجندون وراء صاحب الجلالة رغم وعايقين حتى ألو 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 السلام عليكم. عليكم السلام خويا حميد. اختي بخير صحه لاباس. غادي نعاود نفرشك في القضيه ديال على النقل المدرسي. نعم كاينه بنت كتجينا من العائله كتقرا في ويو للاسف شديد اختي راه ما راه تقطع بينك بيناتنا الخط راه ما قطعتش انا القط نشوفوا اخر مكالمه والله لا حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل شوفوا شنو هي الاسباب اللي خلات بعض لجان التفتيش انها تحاكم الو السلام على الله شكرا بزاف حيت صوني يا ربي يخليك نعم لالا بغيت على حساب النقل المدرسي كاينه بنت كتجينا من العائله هي ساكنه في الباديه وكتقرا تقرا في الفيلاج وكانت بغات تمشي لدارهم وما كاينش النقل المدرسي ركبت تعلقات فوق البيجو وتعلقات في البيجو مع كان البيجو غادي للزربه طاح هي تموت بسبب النقل المدرسي حيت ما كاينش اللي غادي يوصلهم للدار بسبب غياب النقل المدرسي بنت صغيرة عند اش من بلاصة هادي؟ الهري الهري الله أكبر إيه خليم خليم فرعنا في الهري غير هنا في الهري كانت طالعة من الهري طالعة لدارهم البادية تعلقات في البيجو مول البيجو غادي بالزربة طاحت هو ما شافهاش كانت معلقة عليه ديك باش تنقل تهبط طاحت الأرض هي تموت بنت صغيرة ما كانش في غياب النقل المدرسي أنها كتقول هاد السيدة هاد الشابة أنها حيث كانت غادية شدات في ترونسبور ففي بيكوب طاحت مات والنقل المدرسي اللي تخصص بالملايين ها هو فين واقف وسط الإسطابلات بحجة أن ما عندوش الوراق فكيف يعقل أن الدوز مارشي ديال الملاير وغادي يدخلوا هاد الطوموبيلات فوسط بحجة أن ما عندهم حشومة عليكم قالوا أختي أخويا مات مسكينة ديك البنت مات تقريبا دابا هادي شي 4 أيام أوي واش هادشي عاد جديد كانت في السبيطار كومة تقريبا بقات في كومة شي 6 أيام ومات وهادي نهار الجمعة مات الجمعة اللي فات أختي عافاك حيت سير البرنامج اتصلي بيا عافاك وانا مستعد اعمالي مجانيه وتطوعيه اننا نجيو حتى لتما عندكم لا من العيب والعار نشوفوا حتى ولادنا كاع يموتوا حيت شفتوا شكرا لا العزيزه الله يحفظك شكرا اذا اخواني غادي نخليو حلقه ثانيه لهذا البرنامج وخاصه ان بعد هذا النبأ اللي قالت هاد السيدة كتقول لك بأن بنت صغيرة في النواحي ديال الهري في غياب النقل المدرسي مسكينة فين ما بغات تخرج كتعلق في البيكوبات تعلقات في البيكوب باش تقرب مسكينة للمدرسة لأن المدرسة بعيدة طاحت مات حيت كنجيو تلقاو بأن مجموعة ديال السيارات اللي تخصصات وكاينة في تقارير اللي صيفطوا للرباط بأن أولادنا كيركبوا فيهم أنها مركونة لحد الساعة في إسطابلات السبب هو أن جهات بني ملا الخنيفرة ربما كتعتبر راسها فوق القانون فحسبي الله ونعم الوكيل تضامنا مع هذه البنت كنتمنى من كل متتبعي الكرام ما عليك إلا البارتاج
ديال هذا الفيديو، ودائما نقول بأن التوابيت ديالنا تشفق الرؤوس ديالنا، والخزي والعار لكل واحد حاول باش يقص أو لا يستثمر أو لا يدير مشاريع ديال الريع وشركات وهمية وشركات اللي غادي نوقفوا على الحقائق ديالها والعلاقة مع هاد المنتخبين وحتى مع بعض أصحاب القرار هنا بجهة بني ملا الخنيفرة، تضامنا مع هاد الروح ديال هاد البنت اللي ما غاش نقدر نكمل البرنامج، بنت بلادي بنت المغرب العميق، شدت في البيكو وطاحت ومات، الطوموبيلات ديال الملايير أنها واقفة في الإسطابلات، فما علي إن ألا نقول حسبي الله ونعم الوكيل، تابعونا تحية خوكم حميد العقاوي، ما عليكم إلا البارتاج. بغينا توصل هذا النداء يوصل لأصحاب القرار، يوصل صاحب الجلالة، يوصل لكل ضمير حي. صاحب الجلالة عنده غيرة في الشعب ديالو، تبت العالم أنه شبل من أسد، وخاصة بعد النجاح الحمد لله اللي أبهر العالم في عهد كورونا والغياب اللي بان ديال بعض السياسيين. كان معكم حكم حميد العقاوي مباشرة عبر قناة شوف تيفي، تحية، حسبي الله ونعم الوكيل.